حكايه غريبه قوي يا بنتي، ما حدش يصدقها. طب والشواف اللي اتقتل وقطه اللي اتقلبت فوق عيني تحتي؟ جايز حرامي. حرامي هيسرق منه ايه؟ ما حلتوش اللضب. جايز افتكر انه عنده فلوس مخبيها في حته، او عنده خريطه اللي توصل الذهب. الله، معنى كلامك ده ان في حد تاني عارف حكايه الخريطه وحكايه الذهب؟ ده اكيد، عشان كده انا عايزه اوصل للذهب الاول، ولو ساعدتوني هنوزع الذهب علينا. اسم ده العدل. قلت يا ريس حامد. يا ابني انا راجل عجوز، شفت كتير وسمعت اكتر، والبحر ياما فيه حكاوي، منها اللي طلع حقيقي ومنها اللي طلع فشوش. في الخريطة اللي بتقولي عليها دي يا بنتي، المركب غرقت جنب الجزيرة اللي اسمها جزيرة الشيطان، واللي عمر ما حد سمع عنها قبل كده. المفروض ان احنا نوصلها بكرة الصبح. لو الجزيرة دي موجودة يبقى جايز حكاية الشواف حقيقي، ولو مش موجودة يبقى انسى. نلم عزلنا ونرجع طوالي، الوقت اتأخر. تصبح على خير. خلي واحدة حلوة ومتعلمة زيك تجري ورا خيال. ما بملكش غير الخيال، دي الفرصة الوحيدة اني احقق احلامي. الخوف ان احلامك هي اللي تضيع لو ما لقيناش الجزيرة. هنلاقيها، لازم نلاقيها. قول ان شاء الله. ان شاء الله. ايه؟ ايه في ايه؟ بشكير. ماله؟ بشكير اللي انا لابسه وقع، مش لابس حاجه تحتيه. ما قدرتش، لسه ما وصلناش. لسه كان لازم تسمعوا كلامي امبارح بالليل ونرجع. احنا كده بنضيع وقت هنا، الجزيره دي ملهاش وجود اصلا. الخريطة مش مبينة المركب غرقت فين بالظبط. ما احنا هندور عليها لحد ما نلاقيها. بس دي حكاية مش سهلة، هتاخد وقت كتير. ما احنا معانا أكل ومية يكفونا شهر بحاله، ودافع بيهم دم قلبي. الزودك ممكن يساعدنا. ازاي؟ أنت ممكن تسحبنا بحبال وإحنا تحت المية، وبكده ممكن نغطي مساحة كبيرة كل غطس.
انسى. السلامة. احنا هنبتدي من هنا، هنلف غرب الجزيرة، كل واحد فينا هيبقى ماسك في حرب، والرئيس حامد هو اللي هيسحبنا. لو حد فيكم لمح حاجة يديني إشارة. وانت رئيس حامد، درز واحد تقف، درزين تمشي، إن شاء الله هنلاقيه. على البركة. Do do dia getter nes, qua je tu esse colo si spera di occhi no. Adi adu 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 di che nes che non ne. Abach 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 dije 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 si qua di ma undi. الله الله الله. ايه تسلم يا جلدي. دي بتاعتي. انا ايوه يعني مين اللي بيغنيها؟ انا اللي بغنيها. دي تلحين مين؟ دي تلحين انا برضو. اللغه اللي بتغنيها دي لغه ايه؟ لا دي مش لغه خالص. ده هوا. اي كلام هوا؟ بقالك ثلاث سنين خوتنا بيها وفي الاخر تطلع هوا؟ أنا كنت فاكرك بتغني بالإنجليزي.
يعني انا لو كنت غنيت لك بالانجليزي كنت هتفهم. والله الضحك ده بشرة خير. احنا ان شاء الله هنلاقي الفردوس دي بكره، مش كده برضو؟ ان شاء الله. ده بحر كبير ومليان حاجات متوحشه. او على فكره السمكه اللي انت خفت منها دي سمكه مسالمه مش متوحشه، انت بس فيك حاجه مش مظبوطه. اصل انت ما شفتش كانت بتبص لي ازاي؟ دي كانت ناويه لي على الشر زي ما تكون قصدان انا بالذات. بلاش كلام فارغ، سمكه هتستقصدك ازاي يعني؟ كلام انا اللي فارغ ولا كلامك انت اللي فارغ اللي جايبنا هنا وبندور على حاجه ملهاش وجود؟ اسمع يا استاذ، هو اسمه ايه؟ هو حاجه فيها شين، استاذ حاجه فيها شين. احنا ما عملناش غير غطسه واحده، وده بحر واسع زي ما قلت لكم، ممكن نلاقي الفردوس في اي حته. هو ده قصدك؟ احنا بندور على ابره في كوم قش. يا ساتر عليك وعلى فالك. احنا بكره ان شاء الله هنلاقي الفردوس، مش كده؟ طمن يخليك ليا. وجايز ما نلاقيش الفردوس بتاعتك دي بالمره. روح هاتها جلجل يا ابني عشان تتعشى. اجيت بيه كيا ابوخ ابوخ ذكرين طول كرمال. انتوا ناس عايشين في الاحلام، انا بقى راجل واقعي. عمرك ما حلمت انك تهرب من كل المشاكل اللي اتفرضت عليك في دنيا انت ما اخترتهاش، انك عايز تعيش حياه تانيه انت عايز تعيشها. ايه؟ انا مش فاهم حاجه الحقيقه، انما كل واحد عايز يبقى كويس يحلم زي ما عايز.